وتستمر الانتصارات ويضيق الخناق على هذا الكيان من المحاكم. اليوم تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بوقف الاعتداءات ووقف القتل ووقف المجازر ووقف الإبادة الجماعية، وتصدر قرارا لا رجعة فيه بوقف أي حرب على رفح. هذا أيضا جزء من الانتصار، هذا جزء من الانتصار لهذه القضية ولهذه الأمة ولهؤلاء المجاهدين. من الانتصارات اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بفلسطين، وبهذا يكتمل عدد الذين اعترفوا بدولة فلسطين 144 على 193 دولة هي التي تنتمي للأمم المتحدة، ولم تبقى إلا 49 دولة مكابرة، العديد منها يسعى الآن للاعتراف. أغلب هذه الدول هي دول أوروبية وبعض الدول في أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فبقيت فقط بعض الدول الأوروبية، ولكن العالم اعترف بفلسطين بفضل الله ثم بهذا الإصرار والصبر والجهاد الذي أبداه أهل فلسطين. فحياكم الله يا أهل فلسطين، تنتزعون من العالم الاعتراف بقوة الساعد لا بالمفاوضات والتذلل.